أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من استوديوهات قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام، يأتيكم برنامج هداية السائل. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، ورقم الواتساب يكون خاص بالرسائل فقط. وكل ما يرد في البرنامج من أجوبة مطابق لفتاوى آية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. أولى هذه الأسئلة التي نبتدئ بها برنامجنا، السؤال التالي من أحد الأخوة أبو زهراء رياض العبودي من النجف. هناك سؤال وقد قدمه لنا على ورقة محررة. السؤال كالتالي، يقول: اشترى شخص قطعة أرض 200 متر وبتفضل منه أدخلني معه بمبلغ مقداره 250,000، والآن ازداد المبلغ إلى أضعاف بفضل الله والشخص، هل يحق لي بعد مرور فترة من الزمن ما يقارب 30 سنة أقول للشخص الذي تفضل علي وأدخلني شريك معه لم تبلغني في بعض التفاصيل، علما أن تفاصيل شراء قطعة الأرض معروفة للجميع، وأنا أعطيته مبلغي بدون أي قيد أو شرط، هل يحق لي أن أعترض على شيء الآن بحجة أن أقلل من مبلغ الشخص الذي أدخلني شريك معه؟ هذا هو تمام السؤال. الجواب، نقول للأخ صاحب السؤال: ما دام أدخلك شريك، حينئذ أنت شريك في هذه الحالة، يعني شريك معه في قطعة الأرض وكل تكاليفها أيضا، يعني مو فقط مبلغ قطعة الأرض وكافة تكاليفها أيضا. طبعا في طيات السؤال عرفنا بعض المعلومات من أنه المبلغ كان 1,250,000، فالشركاء الموجودين في هذه الأرض هم أخوان، والأم اللي والدة هؤلاء الأخوان والأخت، يعني 3 أخوة، أخوة 2 وأخت وأمهم، كلهم شاركوا في شراء هذه قطعة الأرض. هي كل قطعة الأرض صارت 1,250,000، الآن صارت أضعاف هذا السعر بكثير، بالملايين الآن. المهم، ف الأخوة الثنين أو الأخوة الأخ المشتري مع والدته كل واحد دافع 375,000، والأخت والأخ هذا صاحب السؤال دافعين 250,000. الآن نسبتهم كل واحد حسبة السهام مالتهم كشركاء في مبلغ 1,250، يصير لصاحب الأرض اللي هو دافع 375,000 هذا إلى 30 سهم، والأم اللي هي نفس هذا المبلغ أيضا إلها 30 سهم، اللي دافع 250,000 هذا إلى 20 سهم، والأخت أيضا اللي دافع 250,000 هم إلها 20 سهم. فيصير الحساب الكلي 20 سهم ب20 سهم ب30 سهم
بثلاثين سهم هاي مية. الآن إذا رادوا يبيعون قطعة الأرض إش قد المبلغ؟ يقسموه على مية وكل واحد ياخذ حصته. أبو 20 سهم ياخذ حصته 20 سهم، وأبو 30 سهم ياخذ حصته اللي هي 30 سهم. وعيد وأقول أنكم شركاء، بما أنه أخذ الفلوس من عندكم وقال لكم أنتم شركاء، خلص يعني أنتم شركاء في هذه الأرض، ولا يحق الاعتراض على شيء بحجة الإقلال. هذا تمام الجواب على هذا السؤال. عندنا لربما اتصال، ماكو صوت، ما أسمع الصوت. المهم ناخذ أسئلة البرنامج اللي طبعا اجتنا عبر الواتساب، أو اللي احنا في الحقيقة نحضرها كأسئلة سئلت يعني من قبل، فالسؤال والجواب اثنيناتهم حاضرات، فنقدر احنا مباشرة نعرض السؤال ونعرض الجواب معه ايضا. زين، عندنا سؤال حول الهدية. يقول صاحب السؤال: هل هناك تأكيد من الشريعة على إعطاء الهدية لأي أحد كان؟ نعم، ممكن إعطاء الهدية لأي إنسان كان وبأي داعي من الدواعي، حتى لو ماكو داعي هيك مباشرة يشيل الهدية وينطيه إياه، لا بأس بذلك. وأكو حديث أيضا في مسألة الهدية والتهادي أيضا، يعني وخصوصا بين الأرحام، إذا كان المهدي والمهدى إليه كلاهما من ذوي الأرحام، يعني قرائب المقصود من عنده، يعني من أخو الأخو، من أخو الأخت، من أخت الأخوها، إلى أبيها، إلى أمها، إلى ابن أخوها مثلا من القبيل، إذا كان هكذا فبالإمكان التهادي وجائز. نعم. عندنا أسئلة البرنامج من الواتساب، نأخذ هذا السؤال. يقول صاحب السؤال: لربما هي امرأة اسمها إلهام، تقول إلهام: أنا حلفت بالقرآن أنه ما رايحة لأي مكان يسوون بي سحر، صح أروح مكان أخذ بي خيرة كذا إلى آخره. يعني السؤال هو طويل، ولكن هي السؤال حول شنو الحكم اللي علي من أنه أنا خالفت القسم الحلف. زين، في هذه الحالة نقول إلى صاحبة السؤال: إذا كان القسم بحسب الصيغة الشرعية والمقصود من عدها يعني تقول والله العظيم أو والله أو بالله أو تالله، إحدى هذه الصيغ أنه أنا لا أفعل كذا، ثم بعد ذلك خالفت يعني نكثت هذا اليمين، حينئذ عليها، يجب عليها التكفير ودفع الكفارة. يعني والكفارة، كفارة اليمين، هو إطعام 10 مساكين، وإذا لا يوجد 10 مساكين أو هو مثلا ما عنده قابلية لإطعام 10 مساكين، عفوا يعني أقصد صاحبة السؤال ما عندها قابلية لإطعام 10 مساكين، ما عندها، فقيرة مثلا، حينئذ الإكساء. يعني شنو الإكساء؟ يعني تعطي 10 أثواب لذول 10 مساكين، ومو شرط أن يكون جديد، يعني حتى لو كان مثلا مستعمل من هالقبيل ممكن جدا، المهم اسمها كسوة
يعني ثوب أو المقصود من عنده ثوب أو ثوبين كما هو المعتاد لبسه عند الناس. زين، إذا ماكو لا إطعام ولا إكساء فالكفارة هي صيام 3 أيام. هذه إذا حلفتي بالذات المقدسة اللي هو مثلا قلتي والله أو بالله أو تالله. زين، إذا بغير الذات المقدسة يعني ما قلتي والله، قلتي مثلا وفلان ومثلا والكعبة والقرآن، وإن كان هذه أيضا حلف بمسائل مقدسة، إلا أنه لا يجب الكفارة وإنما تستحب الكفارة. يعني يستحب التكفير، أنه الواحد اللي يحلف بالقرآن يحلف مثلا ببعض الشخصيات المقدسة، يحلف ببعض الأشياء الأخرى سواء كانت مقدسة أو غير مقدسة، حينئذ يكون مستحب مستحب التكفير. بل عندنا اتصال يا حبذا لو اتصال يكون بال. نعم، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا حبيبي؟ الله يخليك، تفضلوا. الله يعزك، الله يديم في دول قلبك. مولاي، عن بالنقل القرآن يعني اكو كلمات يعني مثلا ما اضبطها او الا احرف، يعني بيها اشكال ما بيها اشكال. اذا تقرا من دون نيه التعلم نعم بيها اشكال، بس انت اقرا القرآن وخلي نيتك نعم. انه انت تتعلم، يعني جاي تتعلم القرآن بنية نعم. التعلم. قول لما نقرأ قول مثلا بداية القرآن، قول ويا نفسك أو بقلبك أو حتى لو بلسانك، أقرأ القرآن بنية التعلم وأقرأ. لما توصل إلى الكلمات الصعبة اللي ما تقدر تلفظها توقف يمها، روح اسمع التلفظ الصحيح أو اسأل هاي شلون تتلفظ بالشكل الصحيح، ثم بعد ذلك كمل. سلوال قلبك منون يا طيب. خدمتكم. أهلا. سؤال آخر. أي نعم، تفضل. سؤال آخر ممكن. تفضل. تفضل. سورة البقرة. نعم. الآية 35. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بلي. وكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، صدق الله العظيم. ماذا يقصد بالشجرة؟ عندنا روايات كثيرة في أنه شنو المقصود بالشجرة، لكن هاي كلها روايات ظاهرية. بعضهم يقول الشجرة هي التفاح، وبعضهم يعني بعض التفاسير، أنا ما أقول لك رأيي الخاص، وإنما بعض التفاسير نقلت أنه بعضهم يقولون شجرة التفاح، وبعضهم يقول الحنطة، وبعضهم يقول أشياء أخرى، والله أعلم شنو المقصود بالشجرة. لربما هي شجرة حقيقية، لربما معنوية، مو المقصود من عندها يعني شجرة معينة مثلا، وهكذا. مولاي يعني أقصد شجرة التفاح، مو هاي نتناقش، أنا عسكري فدائما نتناقش بها بالدوام أنا وجماعتي، أقول لهم إذا شجرة التفاح يعني إيش عجب الله سبحانه وتعالى ما ذكرها، يعني يذكر البصل والثوم وغيرها بالقرآن، إيش عجب ما ذكر شجرة التفاح. الله سبحانه وتعالى. بلي، اسمح لي، جزاكم الله خير. احنا مو الآن في صدد التفسير، مو تفسير، وإنما الله سبحانه وتعالى لما يذكر أشياء له غرض. شنو هذا الغرض من ذكر بعض الأشياء دون بعض الأشياء الأخرى؟ هذا كله حتى احنا نلجأ للإمام المعصوم الراسخون في العلم، حتى يكون احنا ان شنو رجوع لهم، حتى ما نفسر بكيفنا شلون ما كان نطلع من مثلا من جيب الصفحة ونحط ونقول للناس تفضلوا هاكم هذا التفسير. لا، هذا كله حتى في سبيل يكون احنا مرجعنا ورجوعنا الى المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اشكرك وجزاك الله خير، واجعلنا من ذلك ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم، عندنا سؤال آخر. يقول صاحب السؤال: أيهما أفضل، الصدقة على الفقراء أم بذل الطعام في عزاء الإمام الحسين عليه السلام؟ طبعا هو لا بأس بالجمع بينهما،
يعني هم يطبخ هم ينطي للفقراء، لا بأس بذلك، خصوصا الناس اللي متمكنين ماديا ويقول لك أنا عندي فلوس أنا هم أنطي للفقراء هم أطبخ للحسين عليه السلام، لا بأس بأنه يجمع بينهما. مورد الفقراء مورد يختلف عن مورد الإطعام. احنا عندنا روايات في الإطعام، ما مثلا من هاي الروايات ما مضمونها ما عبد الله بأفضل من إطعام الطعام مثلا من هذا القبيل. وعندنا روايات أيضا في إعطاء الفقراء والبذل لهم مثلا من صدقات من زكوات وغيرها، حتى من تبرع مو إلا صدقة أو زكاة أو غيرها، حتى لو تبرع واحد يشيل مثلا يتبرع لهذا الفقير يقول له مثلا أجار أو اشتري مثلا حاجة معينة إليك من هالقبيل، هذا أيضا بروايات وبالعكس هذا يعني كل عاقل يعرف أنه هذا هو يعني المصرف للفقير، يكون لربما في موضع من المواضع يعني بضرورة الإطعام لربما يكون يعني في مثلا في مناسبة معينة، أكو مناسبة تستدعي الإطعام فيطعم، لكن الفقير لا. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ولاك. عليكم السلام ورحمة الله. معجور سيدنا سيدنا عمرك. الله يخليك. تفضل. سيدنا سؤال. نعم. احنا قاعدين نمشي بالستر ونحلف يمين نحلف يمين كاذب، شلون هاي؟ انا بديت لربما السؤال الثاني تناولته حول مسألة القسم والحلف، وقلت انه نعم. اذا كان الحلف بالله سبحانه وتعالى يعني بهذه اللفظة الله بالله والله نعم. تلاهي، هذا هنا يجب التكفير يعني دفع الكفارة، يجب نعم. وجوب دفع الكفارة نعم. إذا واحد حلف وبهذه الصيغة نعم. أما إذا كان بغير لفظة الذات المقدسة اللي هي الله لا يستحب نعم. التكفير، يستحب دفع الكفارة هنا. سيدنا بس ما خصتك شوي. نعم سيدنا، هذا روح لي نلقاه واي نار ومتحزن على الشر ونحلف له بالله ونحلف له محمد وحكينا كذب لان ذاك متحزن وهذا متحزن. نعم. واحنا نروح نقول له هذا ايش يقول وانا اخوي وعلى راسي وهو ما عنده من هذا الشيء. بلي. يعني تقصد انه انت تسولف له وتحكي له وتقسم له بنية ايه نعم. الاصلاح، هذا المقصود؟ ايه نعم. نعم سيد، من نية الإصلاح أنا روح أقول لك روح نعم. أكو ناس مثل هذا أخوان وعمام لو ما أدري شو نلقاهم مايين وبس نحلف كذي نحلف الله ونحلف محمد. خلي يكون الحلف مثلا بغير الذات المقدسة يكون أضمن لك يعني أفضل لك، وإن كان يعني فتاوى جمع من الفقهاء من أنه يجوز الكذب ب نية الإصلاح، يعني لما تريد تصلح بين شخصين هنا يجوز الكذب بنية الإصلاح مو القسم، القسم إلى حكم الخاص هذا. شكرا سيدي، لذلك أنا أقول لك تجنب القسم بالله. الله يخليك سيدي، خدمة. أهلا وسهلا ومرحبا. نعم نكمل أسئلة البرنامج. سؤال يقول صاحب السؤال يسألون بلي، طبعا احنا الأسئلة العقائدية يعني قليل ما نتعرض لها لأن البرنامج فقهي مو عقائدي، هناك برامج خاصة عقائدية تبث من على شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية يمكن طرح هذه الأسئلة العقائدية على تلك البرامج، واللي يريد يعرف هذا البرنامج شنو وش وقت ينبث هذا يمكن مراجعة موقع القناة على الانترنت ويمكن يستفسر عن مواعيد البرامج. عندنا سؤال من أحد الأخوة يقول بلي
هذا أيضا هم سؤال عقائدي. كما ذكرنا لكم احنا الأسئلة الفقهية وليس العقائدية. نعم. ناخذ أيضا هذا السؤال. لدي سؤال يقول بلي الظاهر كل الأخوة المشاهدين يعني ماخذين الأسئلة العقائدية ويسألوها، لذلك احنا نقول لهم أقوان البرنامج فقهي وليس عقائدي. كما ذكرنا لكم هناك برامج خاصة للعقائد يمكن مراجعتها. عندنا شخص يقول صاحب السؤال يقول شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الأمانة ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه وديعته يعني هذا الشخص، وذلك بشيء من الإهمال من ابن الودعي يعني ابن الشخص الذي أودع عنده المال، فهل يجب على الودعي التعويض عن تلك البضاعة بمثلها أو بقيمتها؟ طبعا الودعي للي لم يعرف هذه اللفظة بالضبط، أنه الودعي يعني المقصود الأمين اللي استأمنه وقال له هاي الوديعة عندك. عندنا اتصال، عندنا اتصال. ألو تفضل. نعم سيدنا وسافر. أهلا وسهلا ومرحبا. هذه فتوى بالنسبة للحلفان في القرآن أو في الله. بلي يعني مو يصوم ثلاثة أيام الكفارة تقصد كفارة اليمين؟ لا أقصد يعني مو يفطر لها صيام ثلاثة أيام إذا حلف. اي كفارتها اطعام 10 مساكين هاي اول شيء. ما عندك اكساء هذول ال10 مساكين، ما عندك لا اطعام ولا اكساء، يتجي هالدور مرتبة صيام 3 ايام. يعني يصير اصوم صيام 3 ايام اذا ما كفارة ما عندي. كون ما عندك مثلا تطعم 10 مساكين، اذا ما عندك يلا تروح للصيام، هاي الصيام بديل ذن الكفارة. واضح ان شاء الله. اشكرك مولانا الله يخليك بخدمتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم. فنكمل الجواب على هذا السؤال. فالودعي يعني كما قلنا لكم المقصود الانسان اللي يخلون يمه هاي الوديعه الامانه، لذلك ممكن يسموه الودعي وممكن يسموه الامين ايضا. الامين لربما هاي اللفظة هي يعني القريبة إلى أذهان الناس يفهموها أفضل من كلمة الودعي. فهذا الأمين لا يضمن، هاي قاعدة، الأمين لا يضمن المال الذي أودع عنده. يعني إذا قالوا له أبو فلان خلي يمك هاي الفلوس، خلي يمك مثلا هاي الماكينة، خلي يمك هاي السيارة، وبعد ذلك من دون إهمال ولا تفريط ولا تعدي من السماء صارت عاصفة صار كذا وقع عليها فشي هاي الوديعة انكسرت اندعمت انعدمت إلى آخره، هو لا يضمن، الأمين لا يضمن مال الوديعة هذه إذا تلفت من دون تقصير من عنده. وأما إذا كان بتقصير هذا التقصير سواء من عنده أو من غيره، يعني اللي هم مثلا تحت إيده مثل ابنه صانعه غيره، العرف هنا يرى أنه هو المقصر لأنه خلاها في معرض التناول في معرض مثلا المرور عليها من هالقبيل، العرف يرى أنه هو المقصر. فإذا كان العرف يرى أنه هو المقصر فعليه الضمان. عندنا اتصال؟ ما يوجد اتصال. احنا لربما وصلنا إلى آخر وقت البرنامج. نحب أن نشكر الداعمين
والمساهمين والمتبرعين لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هداية السائل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.